سعره لجبران ما حزب الله مثل الألماظ التقليد، صليب يعانق الهلال ومدري شو. بتفوت على النوم بتوعها من النوم ب 72. هلأ صار طريق القدس تمر ببعبدة، بتحطهم كلهم بالمولينكس وبتخلطهم، شو بيطلع؟ توحيد الساحات. ما في دولة بالكرة الأرضية بالعالم دفعت الثمن نيابة عن قضية أخرى قد ما دفع قد لبنان. في واحد انه تحت بيته عم بلف حشيشي او شيء، اذا بتحذر اسمه واعطيك 10 دولار على صايره. ما حدا بيقدر يعمل مانديلا بلبنان بوجود حسن نصر الله. هي سليمان فرنجي اليوم بتشكل حكومه، بشكل لك حكومه مطلوبين. نحن البلد الوحيد اللي الاغلبيه العدديه بدها فيها تقسيم، بس انت انفاكت كيس رمل. هي شو حرب اهليه؟ شو قصد؟